المشتركي سبورانيت باش نكمل نصلح لكم بقيه التمارينات. واليوم ان شاء الله باش نصلحوا التمرين 8 صفحه 70. شنو في التمرين؟ اعطيني مجموعه اعداد ويحب يلوج على القواسم الاوليه للاعداد التاليه. قسم القواسم الاوليه معناتها يلزمني نفكك الاعداد الى اعداد اوليه. نبدا بالاولاني 15. 15 هو 3 ضارب 5. تمام. اذا القواسم الاوليه للعدد هذا هو القواسم الاوليه ب 15 هي 3 و 5. تفهمنا؟ الملي بعده 28. 28 كيفاش تكتب؟ هو نقسمه على 2 وزيد نقسم على 2 وبعد 28 على 2. شنو باش تعطيني؟ 28 قاسم 2 باش تعطيني 14. 14 نزيد نقسمها على 2. شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 7. 7 على شنو نجم نقسمها؟ 7 عدد اول نقسمها على 7 تجيني 1، خاطر عدد اول يقبل قسمه على نفسه وعلى 1. اذا 28 كيفاش تكتب؟ هي 28 يساوي 2 قوة 2 ضرب 7. الاعداد الاوليه القواسم الاوليه نتاع 28 هو 2 و7. لهنا القواسم الاوليه ل 28 هي 2 و7. فهمنا؟ العدد الموالي 35. 35 كيفاش تكتب 35؟ لازمني نقسم كيف كيف على اعداد اولي، ما يقبلش القسمه على 2. بعد ما يقبلش القسمه على العدد الموالي، العدد الموالي باش يوصل ل 5. 35 على 5 هي 7. 7 قاسم 7 باش تجيني 1. اذا 35 تتكتب يساوي 5 في 7. القواسم الاوليه ل 35 هي 5 و7. فهمنا؟ تعدى العدد الموالي اللي هو 69. 69 كيفاش نعمل القسمة نتاعو؟ نعمل 69 على 3، خاطر تقبل القسمة 69 على تقبل القسمة على 3. شنو باش تجيني؟ باش تجيني 23 هكا ولا 23 تقبل القسمة على 23، خاطر عدد أول يجيني 1. إذا 69 يساوي 3 ضارب 23. القواسم الأولية ل 69 هي 3 و 23. القواسم الأولية ل 69 هي 3 و 23. تعدل العدد الموالي اللي هو 83. 83 بتبعته هو عدد أولي، إذا 83 على 83 باش تعطيني 1 هكا ولا؟ إذا القواسم الأولية ل 83 1 على 1 باش يعطيني 1. بتبع القواسم الأولية ل 83 هي 83 و 1. 83 يساوي 83 في 1. فهمنا؟ العدد اللي بعده هو 88. 88 باش نقسمه على 2 باش يعطيني 44. باش نقسمه على 2 باش تعطيني 22. 22 تقبل القسمة كيف كيف على 2 باش تعطيني 11. 11 على 11 باش تعطيني 1. إذا 88 يساوي 2 قوة 3 في 11. القواسم الأولية ل 88 هي 2 و 11. الموالي هو 100. 100 على 2 50. 50 على 2 25. 25 على نورمالمون على 5 هي 5. 5 على 5 1. اذا كيفاش تكتب 100؟ هي 2 قوة 2 ضارب 5 قوة 2. القواسم الاوليه ل 100 هي 2 و 5. فهمنا؟ 9 صفحة 70. شنو فيه التمرين؟ أعطي من بين الأعداد التالية العدد الذي يقبل القسمة على 45. شو متى يقبل القسمة على 45؟ خمسة وأربعين كيفاش تكتب؟ 45 يساوي 5 ضرب 9 هكا ولا؟ معنتها يقبل القسمة على 45 يلزم يكون يقبل القسمة على 5 و 9 في نفس الوقت. باش نشوف مجموعة الأعداد ونشوف أنو اللي يقبل القسمة على 5 و 9 في نفس الوقت. عندي 9. 9 شبيه؟ يقبل القسمة على 9 ولكن لا يقبل القسمة على 5. إذا العدد بتاعي هذا ما يقبلش القسمة على 49. 9 اللي بعده 125 رقم أحادي 5، إذا يقبل القسمة على 5.
دي ما نمشي لأسهل حاجة نبدأ به باهي. وعلى 9 نجمع 5 و 2 7 و 1 8 لا يقبل القسمة على 9. إذن لا يقبل القسمة على 49. فهمنا العدد الموالي 225. يقبل القسمة على 5 رقم 1 هي 5، وعلى 9 عندي 5 و 2 7 و 2 9. إذن يقبل القسمة كيف كيف على 9. إذن العدد هذا يشفي يقبل القسمة على 45. ما هي العدد الأخير؟ 845. يقبل القسمة على 5 لخاطر رقم 1 هي 5، وعلى 9 عندي 5 و 8 9، 9 و 8 9 و 8 17. إذن لا يقبل القسمة على 9. إذن لا يقبل القسمة على 49. فهمنا؟ إذن من بين الأربع عدد هذوما عندي العدد الوحيد اللي يقبل القسمة على 45 هو 225. فهمنا؟ بي شنو يحب بي؟ أعطيني العدد الذي لا يقبل القسمة على 12. قبل كل شيء شو معناتها يقبل القسمة على 12؟ يقبل القسمة على 12 يلزم يكون يقبل القسمة على شنو؟ على 3 و 4 في نفس الوقت. أنت يقبل القسمة على 3 و 4. يلزمني نشوف أنا هو العدد اللي لا يقبل القسمة على 3 و 4 في نفس الوقت من بين الأعداد اللي عاطيهم. شنو عاطيني هو؟ عاطيني 12. شبيه 12؟ 12 يقبل القسمة على 12. وعاطيني العدد الموالي 12120، وعاطيني 304، وعاطيني 60. من بين الأعداد هذوما نبدأ بال 12 يقبل، مانيش معناها 12 يقبل. العدد اللي بعده 12120، 12120 على 3 عندي 2 واحد، ثلاثة واثنين، خمسة، ستة، يقبل القسمة على ثلاثة. وعلى أربعة عندي هذه عشرين، عشرين على أربعة خمسة، إذن يقبلوا القسمة على أربعة. العدد هذا ما ناخذوش، ويحب اللي لا يقبل القسمة على 12 نثبته في السؤال. عندي 304، 304 شبيه؟ أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة سبعة. هل إنه يقبل القسمة على ثلاثة ولا لا؟ لا يقبل القسمة على ثلاثة. ويقبل القسمة على 4 ما يعنينيش، هو يحب يبين انه لا يقبل القسمة على 12. يسوف ما يقبلش القسمة على واحد فيهم، اذا لا يقبل القسمة على 12. اذا العدد اللي ناخذه هنا هو قال لي لا يقبل 304. تعاد ازيد نبين اللي بعده نشوفه اللي هو 60. 60 شبيه هذا؟ 60 يقبل القسمة على 3 خاطر 6 على 3 2، يقبل على 3. 60 يقبل كيف كيف القسمة على 4. إذا العدد الثاني هذا لأنه ناخذ اللي هو يحب اللي لا يقبل القسمة، إذا ما ناخذوش العدد هذا، يحب العدد اللي لا يقبل القسمة على 12 اللي هو 304. جي معطيني عدد واسألني هل أنه هذا العدد يقبل القسمة على 6 ولا لا؟ قبل كل شيء شو معناتها قابلية القسمة على 6؟ شو معناتها قابل للقسمة على 6؟ يجب أن يكون العدد الذي يقبل القسمة على 6 يجب أن يكون زوجيا، معناتها رقم أحاده زوجي، والزادة يجب أن يكون مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3. زوجي ومجموع أرقامه، الشرط الموالي، أرقامه قابل للقسمة على 3. باهي العدد اللي عطيهولي قبل ما نجمع مجموعة أرقامي نشوف رقم أحادي العدد متاعي هاو، رقم أحادي شبيه 3. العدد متاعي هذا شبيه هو عدد فردي، إذن ما غير ما نجمع الأرقام هو عدد ليس قابل للقسمة على 6، ليس قابل للقسمة على 6، لا يقبل القسمة على 6. لأنه فردي. نصلحوا التمرين 10 صفحة 70. شنو في التمرين 10؟ فكك إلى جداء عوامل أولية الأعداد التالية. أعطيني مجموعة أعداد وباش نفككها إلى جداء عوامل أولية. نتبعوا مع بعضنا. العدد الأولاني هو 16. شو معناتها 16؟ باش نقسم 16 على أعداد أولية. أنا هو العدد الأولاني الأولي اللي يقبل القسمة على 16 هو 2. 16 على 2 8.
8 على 2 4 4 على 2 2 2 على 2 1 فهمني اذا ديما نقصنا في الاخر تبقى لي 1 اذا 16 كيفاش يتكتب هو 2 قوت 1 قوت 2 قوت 3 قوت 4 يساوي 2 قوت 4 العدد الموالي 24 24 على 2 باش تعطيني 12 على 2 باش تعطيني 6 6 على 2 باش تعطيني 3 3 على 3 باش تعطيني 1 اذا 24 كيفاش يتكتب هو 2 قوت 1 2 3 قوت 3 ضارب 3 قوت 1 بالنسبه للاعداد الاوليه نرجعوا للفيديو نتاع الملخص حطيتكم فيه الاعداد الاوليه المحصوره ما بين 0 و 100 باهي باش نجمو نختمو بها هذا نختمو بها التمنيت نتاعنا نتاع التفكيك الى جداء عوامل اوليه نتعدى للعدد اللي بعده هو 38 38 كيفاش يتكتب 38 38 نقسمو على 2 باش يعطيني 19 19 نقسمو على 19 يساوي 1 خاطر 19 هو عدد اولي لا يقبل القسمه كان على نفسه او واحد اذا 38 كيفاش تتكتب هي 2 قوه 1 ضارب 19 قوه 1 باهي العدد الموالي 51 51 يقبل القسمه او العدد الاولي هو 3 والباقي 17 لنا 17 والباقي 1 اذا 51 يساوي 3 قوه 1 ضارب 17 قوه 1 اللي بعدها 288 هو عدد زوجي اذا يقبل القسمه على 2 باش تعطيني 144 على 2 باش تعطيني 72 على 2 باش تعطيني 36 على 2 باش تعطيني 18 على 2 باش تعطيني 9 9 على 3 باش تعطيني 3 و3 على 3 باش تعطيني 1 اذا 288 يساوي 2 قوه 1 2 3 4 5 قوه 5 ضارب 3 قوه 2 باهي تعادل العدد الموالي 750 750 باش نقسمه على 2 باش يعطيني 375 باش نقسمها على 3 خاطر تقبل القسمه على 3 باش تعطيني 125 125 باش نقسمها على 5 باش تعطيني 25 باش نقسمها على 5 باش تعطيني 5 باش نقسمها على 5 باش تعطيني 1 باهي اذا 750 كيفاش باش يتكتب يساوي 2 قوه 1 ضارب 3 قوه 1 ضارب 5 قوه 3 عدد الموالي 2200 باش يقبل القسمه على 2 على خاطر زوجي باش يعطيني 1100 على 2 باش يعطيني 550 على 2 باش يعطيني 275 هذه تقبل القسمة على 5 باش تعطيني 55 تقبل القسمة على 5 باش تعطيني 11 عفوا 11 على 11 خاطر عدد اولي باش يعطيني باقي 1 اذا شنو باش تكتب هذيا 2 قوة 1 2 3 ضارب 5 قوة 2 ضارب 11 قوة 1 فهمنا انا كتبتها فككتها الى جداء عوامل اولي نمشي للعدد النهائي العدد الاخر عدد اللي هو 3000 نكتبها من هنا 378 تقبل القسمه على 2 خاطر عدد زوجي باش يعطيني 189 يقبل القسمه على 3 خاطر نجمه مجموع ارقامه 9 و9 18 على النتيجه 63 يقبل القسمه على 3 6 و3 9 الباقي 21 يقبل القسمه على 3 2 و1 3 يبقى 7 7 على 7 1 خاطر 7 هو عدد اولي اذا كيفاش باش تكتب 378 يساوي 2 ها هي قوه 1 ضارب 3 قوه 1 2 3 قوه 3 مع 3 قداش تعاود مره ضارب 7 قوه 1 مثل الاعداد نتاعي شنو نحب استنتج تفكيكا للعدد 2200 قوه 2 نحنا فككنا العدد 2200 الى جزء عوامل اوليه يحب هو يفك 2200 قوه 2 سهلة برشا نجي نحط التفكيك متاع 2200 اللي هي 2 قوة 3 ضارب 5 قوة 2 ضارب 11 كلها نعملها قوة 2 نطبق القاعدة متاعي اللي قريناها في أول الدرس هذه شنو باش تجيني 2 قوة 3 في 2 قوة 6 ضارب 5 قوة 2 في 2 قوة 4 ضارب 11 1 في 2 قوة 2 باهي العدد اللي بعدها اللي هو 378 كيف كيف قوة 2 اللي هي يساوي 378 2 قوة 1 ضارب 3 قوة 3 ضارب 7 قوة 1 كلها قوة 2 يساوي 2 1 في 2 قوة 2 ضارب 3 3 في 2 قوة 6 ضارب 7 1 في 2 2 هذه قوة 2 باهي السؤال اللي بعده العدد اللي بعده وما عاد يحب 378
ضارب 2200. نحن عندنا معناها التفكيك نتاع جذاء مجموعة أعداد باش نخدم. نحن فككنا 378 وفككنا 2200، نضربهم في بعضهم هذاك التفكيك اللي هو 2 قوة 3 ضارب 5 قوة 2 ضارب 11 قوة 1 هذه نتاع 2200 ضارب نتاع 3800 2 قوة 1 ضارب 3 قوة 3 ضارب 7 قوة 1 ونطبق القواعد نتاعي اللي قريناها في أول الدرس. شنو باش تجيني هذه 2 قوة 3 و 2 قوة 1 معناتها 2 قوة 4 ضارب عندي 5 وحدة برك قوة 2 ضارب 3 قوة 3 و 11 قوة 1 ضارب 7 قوة 1. فهمنا هذا التفكيك نتاع جذاء نتاع عددين، معناها كي يعطيني زوج أعداد نفكك هذه إلى جذاء عوامل أولية ونفكك هذه إلى جذاء عوامل أولية وبعد نضربهم في بعضهم. من الأسهل أني كي نضربهم في بعضهم ومن بعد نفكك الجذاء كامل إلى جذاء عوامل أولية باش تجيني طويلة وصعيبة، معناها نفك كل واحد ونضربهم في بعضهم أسهل. أمني 11 صفحة 70 كيف كيف عطيني أعداد ويحبني نفككهم إلى جذاء عوامل. العدد الأولاني هو 1000، 1000 بالطبيعة يقبل القسمة على 2 باش تجيني 500، على 2 باش تجيني 250، على 2 خاطر ديما الرقم نتاعها زوجي باش تجيني 125، هذه تقبل القسمة على 5، 25 على 5 باش تجيني 5، 5 على 5 باش تجيني 1. إذا 1000 كيفاش يتكتب؟ يساوي 2 قوة 1 2 3 ضارب 5 قوة 3. العدد الموالي العدد الموالي عدد عطيني عدد كبير شوي. شنو باش كيفاش نخدم العدد هذا؟ نجم نفككو ونجم نخدم الجزئيات كما خدمنا في التمرين اللي قبل. نجم نكتب هو 1250 ضرب 1000، هكا اسهل لي من اني نخدم هذا الكل ومن بعد نضرب التفكيك نتاع هذا في التفكيك نتاع هذا. هذا خدمته في التمرين في السؤال هذا، يكفي اني نفكك 1250 على 2 ديما خاطر رقمه احاديها 0، على 5 125 على 5 25 على 5 ولنا 5 على 5 1. اذا شنو باش تجيني هذه؟ 1250 يساوي 2 قوة 1 ضارب 5 قوة 1 2 3 4 قوة 4. باش نعمل التفكيك نتاع العدد هذا يكفي اني نضرب 2 قوة 1 في 5 قوة 4 ونضربها في 2 قوة 3 في 5 قوة 3. شنو باش تعطيني؟ نطبق القواعد نتاعي هذه باش تجيني 2 قوة 1 مع 3 معناتها 2 قوة 4 ضارب 5 قوة 4 مع 3 7. فهمنا؟ أسهل من إني نخدم نفكك العدد هذا ونبقى نخدم على 2 وبعد على 2 وبعد على 2 باش نلقى نفس النتيجة. الأسهل إني نحلهم ونفكك كل واحد فيهم وبعد نضرب التفكيك نتاعهم الزوج. باش نزيد نطبق الملاحظة نتاعي على العدد الموالي نجمو نكتبو هذا هو 3200 ضارب 1000 خاطر 1000 فككته في اول سؤال، معناها ديما نخلي 1000 هذاك موجود عندي ونخدم 3200 على 2 باش تعطيني 1600، على 2 باش تعطيني 800، على 2 باش تعطيني 400، على 2 باش تعطيني 200، على 2 باش تعطيني 100، على 2 باش تعطيني 50، على 2 باش تعطيني 25، 25 على 5 باش تعطيني 5، 5 على 5 باش تعطيني 1. اذا 3200 تتكتب هي 2 قوة 1 2 3 4 5 6 7 ضارب 5 قوة 2. شوف خدمت كان 3200، شوف كيفاش خدمت، خلي باش نخدم العدد هذا الكل. اذا الاسهل اني نخدم هكا ماهي. اذا باش مش يجي عندي العدد نتاعي يساوي نخدم تاع هذه هي 2 قوة 7 في 5 قوة 2 ضارب الألف اللي خدمناها بالأول اللي هي 2 قوة 3 في 5 قوة 3 بيع ضارب بيناتهم يساوي 2 قوة 7 مع 3 قوة 10 في 5 قوة 2 مع 3 قوة 5. حتى التفكيك العبارة الموالية اللي هي 8 قوة 4 ضارب 9 قوة 6 يساوي 8. كي نفكك 8 شنو باش تعطيني 8؟ 8 هي 2 قوة 3 كلها قوة 4 في 9 هي 3 قوة 2 كلها قوة 6 يساوي 2 قوة 3 في الأربعة 12 في 3 قوة 3 في الأربعة قوة 12. باهي العبارة الموالية خاطر هنا خدمت ديريكت 8 هي على 2 باش تعطيني 4، على 2 باش تعطيني 2، على 2 باش تعطيني 1. ها وين 8 هي 2 قوة 3 وريتكم منين جات 2 قوة 3. 9 9 شنو على 3 باش تعطيني 3، على 3 باش تعطيني 1. إذا 9 هي 3 قوة 2.
نتعادل آخر عملية. 10 قوة 2 ضارب 1600 قوة 2 قوة 3، معناتها 1600 قوة 2 زد عملت لها قوة 3. العشرة نجم نفككها هي 2 في 5 كلها قوة 2 باهي، و 1600 نجم نفككها ل 1600 كيفاش نعمل؟ 1600 هي شنو؟ هي 16 في 10 قوة 2 كلها قوة 2 كلها قوة 3 ماهي. إذا شنو باش تجي هذه؟ هاو باش نجي نعمل أسهل طريقة، نجي نفك 1600 لهنا. 1600 على 2 باش تعطيني 800، 800 على 2 باش تعطيني 400، 400 على 2 باش تعطيني 200، 200 على 2 باش تعطيني 100، 100 على 2 باش تعطيني 50، 50 على 2 باش تعطيني 25، 25 على 5 باش تعطيني 5، 5 على 5 1. هذه 1600 أسهل من اللي نخدم لكم نحلها لكم هكا. معناتها 1600 يساوي 2 قوة 1 2 3 4 5 6، 2 قوة 6 ضارب 5 قوة 2. شو مش تولي عندي؟ هذه بعوض نكتبها 1600 مش نكتب 2 قوة 6 ضرب 5 قوة 2. شو مش تولي عندي؟ مش تولي عندي 2 في 5 قوة 2 ضارب 2 قوة 6 في 5 قوة 2 قوة 2 كلها قوة 3. طبق القواعد متاعي، هذه باش تجيني 2 قوة 2 ضارب 5 قوة 2 ضارب هذه 2 قوة 6 قوة 2، معناتها 2 قوة 12 كلها قوة 3. ومعناتها شنو باش تجيني هذه 12 في 3 باش تجيني 36، 2 قوة 36 في 5 قوة 2 قوة 2 معناتها 5 قوة 4 قوة 3 قوة 12. شو باش تولي عندي 2 قوة 36 مع 2 قوة 38 في 5 قوة 12 مع 2 قوة 4 10. وكي نكون فككت فهمنا بالفيديو هذايا، نكون بالاكزرسيس هذايا نكون كملت لكم الفيديو، اول فيديو على القواسم. تابعوني على سابورانيت ان شاء الله باش مازلت مكمله باش نصلح لكم بقيه اكزرسيسات التمارينات، وباش نصلح لكم سلسله نتاع تمارينات اخرين. تابعوني على سابورانيت.